الأسبوع الماضي تناولت موضوع الرؤى والأحلام والموقف العملي من هذا الأمر، وبقيت هناك نقطة حساسة ومهمة في هذا الموضوع أحب أن أطرحها في هذا اليوم. خلاصة ما تم طرحه في الأسبوع الماضي، النقطة الأولى بأن الرؤى والأحلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها هي حديث النفس، الأمور اللي تفكر فيها خلال يوم تراها في المنام وهذه لا قيمة لها. الأمر الثاني تسويلات وأحاديث شيطانية لا قيمة لها، وساوس كما تحدث في اليقظة تحدث في المنام. والأمر الثالث هي رؤى الحق، الرؤى الحقة التي يراها الإنسان في انفصال النفس عن الروح عندما ينام الإنسان، وهذا القسم هو الوحيد الذي يمكن أن يعول عليه. النقطة الثانية أن التمييز بين هذه الأقسام الثلاثة صعب بالنسبة إلينا عند عامة الناس. نعم بالنسبة للمعصوم قلنا أن المعصوم عندما يرى رؤيا حق في منامه لا بد وأن تقترن بما يجعل هذا المعصوم متأكداً متيقناً أنها رؤيا حق، فيها أمر معين، فيها تكليف شرعي، فيها على سبيل المثال إخبار بمسألة ستحدث في المستقبل. هذا يخص المعصوم، غير المعصوم لا يستطيع أن يجزم أن يقول على نحو اليقين أن ما رأيته هي رؤيا حق. قد يحصل عنده ظن لكن يقين ما ممكن الحصول له. وبالتالي مع صعوبة التمييز بين أقسام الرؤى من قبل الإنسان العادي حين ذاك مسألة التعويل على الرؤى والأحلام في على المستوى الشخصي أو في العلاقات الاجتماعية أو في التكاليف الشرعية والقضايا الدينية هو أمر لا يمكن الاعتماد عليه. النقطة الثالثة أن حتى الرؤى الحقة، حتى المنامات الصحيحة التي يراها الإنسان هي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها ما يكون واضحاً وقسم منها يحتاج إلى تأويل وتعبير وتعبير بسيط، ولكن قسم منها تكون الصورة فيها تأويلها صعب جداً، تعبيرها صعب جداً، ليس متسنى لكل أحد كالرؤى التي عبرها النبي يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم. من الصعب أن يعبر أن يفسر الإنسان ويؤول الإنسان هذه الرؤى بالصورة التي قدمها النبي يوسف، إذن ازدادت المسألة صعوبة وإشكالاً، وبالتالي التعويل على الرؤى والمنامات في بناء المواقف في حياتنا اليومية أمر صعب جداً، صعب المنال. السؤال الآن إذا رأى الشخص في منامه أحد المعصومين، رأى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام، إلى أي مدى يمكن الالتزام أو يجب الالتزام كما يقول البعض بهذه الرؤى في المنامات، بحيث أن الإنسان يقول أنا مكلف من خلال هذه الرؤية أن أفعل كذا وكذا، أو أن أخبرني سيحدث كذا وكذا، أو تفسير الآية كذا وكذا إلى آخره، أمر بشيء، بيان حكم شرعي، نهي عن شيء، أو إخبار بأمور مستقبلية، إلى أي مدى يمكن التعويل على مثل هذه المنامات، خاصة مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عند السنة والشيعة من رآني في نومه فقد رآني، يعني رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الجواب، يأتي الجواب في عدة نقاط. النقطة الأولى، السيد الشريف المرتضى رحمة الله عليه من علمائنا في القرن الخامس الهجري، أخو الشريف الرضي اللي جمع نهج البلاغة، السيد الشريف المرتضى يعلق على هذا الحديث المروي عن النبي من رآني في منامه أو في نومه فقد رآني، قال هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد ولا معول على مثل ذلك. يعني ما هو حديث متواتر،
ولا هو حديث مستفيض، هو خبر واحد، وخبر الواحد نحتاج أن ندرس السند. فعندما درسنا السند يقول وجدنا بأنه من أضعف الأخبار من ناحية السند، وبالتالي ما كان من الأحاديث بهذه الصورة لا معولة عليه، فإذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه. هذه أول واحد. النقطة الثانية، الشيخ المفيد رحمة الله عليه عنده تعليقة جدا طريف، استنتاج كذي لطيف في هذا المقام، يقول مما يؤكد لك أنه لا يمكن التعويل على مثل هذه المنامات أنك ترى الشيعي عندما ينام يرى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له بأن اتبع عليا، علي مع الحق، عليك بعلي إلى آخره، ثم يأتي الآخر شخص آخر ويرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له ما يخالف ذلك، الحق مع فلان وفلان وفلان كذا، واتبعهم وأنت على الصراط المستقيم إلى آخره. يقول هل نستطيع أن نكذب هذا أو نكذب ذاك؟ فعلا هذا رأى شيئا في منامه وهذا رأى شيئا في منامه، قد يكون من حديث النفس وقد يكون شيئا آخر وقد يكون مناما حقا، وبالتالي على ماذا نعتمد؟ قال رحمه الله شيخ المفيد من أعلام القرن الخامس الهجري: فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما، شنو الحق؟ ما ثبت بالدليل في اليقظة. أنت اركض وراء الدليل في عالم الحقيقة واليقظة، شلك بالمنامات؟ من خلال منامك تبي أنت تشخص بتكون من أهل النجاة ولا ما تكون من أهل النجاة، بتكون مع الحق ولا تكون مع الباطل بالمنام. إن فأولى الأشياء أن يكون الحق منهما ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه، يعني ذلك المنام. فإذا الدليل موافق للمنام نقول إن شاء الله هذا منام حق، مو أكيد أن يكون منام حق لكن إن شاء الله يكون منام حق مدام الدليل في الواقع هو الذي ينهض بذلك. والباطل ما أوضحت الحجة في عالم الواقع الأدلة عن فساده وبطلانه، وبالتالي المعول هو على الواقع. النقطة الثالثة، أئمتنا عليهم السلام نهونا نهي عن الأخذ بمضمون المنامات التي تخبر عن بعض الأمور المستقبلية، بحيث الإنسان يقطع ويجزم ويقول فعلا سيحصل كذا وكذا من خلال المنام، رؤيا رآها. شوف هذا الحديث عن أبي بكر بن عياش من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رجل فقال: رأيتك في النوم، يقول أنا شفتك يا إمامي في النوم، رأيتك في النوم كأني أقول لك كم بقي من أجلي كم بقى من عمري؟ فقلت لي بيدك، أشرت لي بإيدك. وبعض الناس يحلمون مثل هالأحلام منامات، يقول أنت يا إمام الصادق بالمنام أشرت لي بيدك هكذا وأومأ إلى خمس وقد شغل ذلك قلبي. هني المشكلة، لما تبني على هالشيء وبعدين تبدأ تحاتي وتبدأ تفكر وهذا، وبينما هو منام وقد شغل ذلك قلبي. شوف جواب الإمام عليه السلام منتزع من القرآن الكريم، فقال عليه السلام: إنك سألتني عن شيء، هذا علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهي خمسة تفرد الله بها: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما حد يقدر يقول لك راح تموت بعد كذا وبالمكان الفلاني وبالوضعية الفلانية، لا بالمنام لا باليقظة، هذا شيء يخص منه، يخص الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، وكذلك أئمتنا عليهم السلام بيّنوا لنا بطلان أخذ الدين من المنامات والرؤى. أكو قضية كأحاديث شائعة، يعني كأحاديث موجودة في كتب المسلمين، أن الأذان شرع من خلال منام رآه الصحابي أبي بن كعب، كان نايم شاف بالمنام، كانوا المسلمين مشغولين بمشكلة إن شلون النادي للصلاة،
صلاة الجماعة أو نخبر عن الصلاة شلون. فاللي قال خلنا نضرب أجراس مثل أجراس النصارى، اللي قال كذا كذا، هذا نام شاف بالنوم واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فراح واقترح على النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال له خوش شيء، خلاص نعتمد إحنا الأذان بهذه الصورة. أئمتنا عليهم السلام نهونا عن مثل تبني مثل هذا الرأي. الإمام الصادق عليه السلام روي عنه أنه قال دين الله أعز، حول هذا الموضوع، دين الله أعز من أن يرى في النوم. ولذا علق العلامة المجلسي على هذا الأمر، قال قد ورد بأسانيد صحيحة عن الصادق عليه السلام في حديث الأذان أن دين الله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم. يعني ماكو حكم شرعي تاخذه أنت من خلال منام ورؤية. السيد مهنا بن سنان من معاصري العلامة الحلي في القرن السابع الهجري، وعلى أساس أسئلته صار كتيب رسالة يسمونها المسائل المهنائية نسبة إلى اسمه. يسأل العلامة الحلي مجموعة أسئلة، من ضمن الأسئلة هذه القضية، يقول له ما يقول سيدنا في من رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعض الأئمة عليهم السلام وهو يأمره بشيء وينهاه عن شيء، هل يجب عليه امتثال ما أمره؟ هذه كان مسألة شرعية، هذا الآن أمر، افعل كذا، سو كذا، امتنع عن كذا، أو اجتناب ما نهاه عنه، أم لا يجب ذلك؟ مع ما صح، يقول إن أكو رواية صحيحة، هو يفترض هكذا صاحب السؤال، أن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وغير ذلك من الأحاديث. وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه، من المشكلة، على خلاف ما أيدي الناس من ظاهر الشريعة، يعني اللي موجود عند الناس بالبحث العلمي والدراسة المسألة بهذه الصورة، اللي شافه بالمنام خلاف ذلك، بس شاف منه، شاف معصوم، هل بين الحالين فرق أم لا؟ أفتنا في ذلك مبينا جعل الله كل صعب عليك هينا. شنو جاوب العلامة الحلي؟ قال أما ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه، أصلا ما نروح صوبه، احنا نمشي بالأحكام الشرعية على شنو؟ على الدراسة والبحث العلمي، شي يقدم لنا هذا. وأما ما يوافق الظاهر، واحد شاف بالمنام أحد المعصومين قال التزم بنافلة الصبح ترى فيه بركة كثيرة، طيب نافلة الصبح عندنا بالأحاديث مستحب عظيم، وعندنا بالفقه إثبات استحبابه، واحد لو رأى أحد المعصومين كذا فهو موافق لا بأس، مو من ناحية الوجوب، لكن مدام متوافق معه وشيء زين، شنو المانع أن الإنسان يعمل فيه؟ لا على أساس أن الرؤية رؤية حقيقية، بل لأنها موافقة للظاهر الشرعي. وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب، لا تحول المسألة إلى وجوب، وهذا اللي يحصل عند كثير من الناس، يشفت من المعصوم الفلاني وقال لي افعل كذا وكذا، نذر عليك، نذر عليك، ما أدري كذا، ويروح وينذر يسأل واجب ولا مو واجب، مو واجب عليك، ما في وجوب، ما في وجوب عليك، لأن رؤيته عليه السلام لا يعطي وجوب الاتباع في المنام. قبل 5 سنوات تقريبا أثيرت مشكلة تقريبا بهالجو في قم المقدسة، أحد مراجعنا وهو سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي سئل، قالوا له بنضيف مقطع معين على الأذان والإقامة وفي تشهد الصلاة، ما رأيك في هذا؟ فقال لهم هذا غير شرعي، تصرف غير شرعي، ما يجوز لكم تضيفون شيء في الأذان وكذا. يصير الضجة حول هذا الموضوع، شوف شنو قالوا له بعدين، دزوا له سؤال ثاني، وهذا موجود على النت اللي يحب يدخل يشوف السؤال والجواب. كيف تقولون، يقولون حق المرجع الشيخ ناصر مكارم، كيف تقولون بذلك في الوقت الذي رأى فيه البعض الإمام المهدي عجل الله فرجه في المنام، أكو واحد أو أكثر حلموا بالإمام المهدي، شو يقول لهم وهو يأمر بهذه الإضافة؟ يقول لا لازم تضيفون في المنام. جواب الشيخ في ضمن ترجمة جوابه، طبعا السؤال بالفارسي والجواب بالفارسي، جزء من جوابه هكذا، قال هذه قاعدة يكون احنا نفهمها ونعمل عليها، ما تم تلقيه
في المنام لا حجة له، وذلك بأمر أئمتنا المعصومين عليهم السلام، هم أمرونا مثل ما شفنا قبل شوي. وكذلك فإنه بأمر أولئك العظماء إذا ادعى أحد رؤية سيدنا وحبيب كل القلوب الإمام ولي العصر أرواحنا فداه، وجاء ذلك طبقا وجاء طبقا لذلك برسالة ما. واحد يقول الإمام أمرني، قال بلغ الناس كذا، قل لهم راح يصير كذا، قل لهم يلتزمون بشغلة الفلانية، فإنه يجب تكذيبه. تقول حق هذا اللي هذا، تقول له أنت غير محق في كلامك، هذا مو من حقك تنقل رسالة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك فإن صلاح أمركم أيها الإخوة ألا تخرجوا عن إطار المسائل الشرعية، إذ نجزم بعدم رضا مولانا ولي العصر بذلك، خروج عن المسائل الشرعية، ولا تحملوا على عواتقكم مسؤولية ووزر صلاة الناس لئلا تترتب على ذلك نتائج وخيمة لا سمح الله، ولا تنسوا، ثم قال ولا تنسوا أنهم أمروا إذا ظهرت البدع أن يظهر العالم علمه. ليش مسوين عليك كل هالشوشرة؟ هذه مسؤوليتي، وإلا فعليه لعنة الله. وما قيل في الأسطر السابقة كان انطلاقا من هذا الحديث الشريف، والسلام عليكم. هذا كان مجمل جوابه في هذا الإطار، جانب من جوابه. خلاصة القول أيها الإخوة، إن المنامات ليست بحجة بالنسبة إلينا، ولو رأى الإنسان في المنام أحد المعصومين عليهم السلام فإن كان ما رآه في النوم خيراً استبشر به وتوكل على الله عز وجل. وأما التكاليف الشرعية فمناطها ما يؤخذ في الواقع من المسائل الشرعية التي يفتي بها الفقهاء أعزهم الله وفق بحوثهم ودراساتهم العلمية، لا من خلال ما يراه الناس في مناماتهم. وإنني أتمنى على من يعملون على تقديم الخطاب الديني أن يخففوا من ركونهم إلى المنامات في خطاباتهم الدينية عندما يستشهدون على هذا الأمر أو ذاك، أو من خلال المنامات بالإخبار بقرب حدوث شيء هنا أو هناك، أو بغير ذلك من القضايا التي غدت تتردد كثيرا على منابرنا، الأمر الذي أعطى تبريرا لكثير من الناس كي يركنوا إلى مناماتهم بصورة عشوائية ومبالغ فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.